يعني ادم جبت سيره المنتخب، انا بستغرب بقى لي سنتين اوباما من احسن لعيبه في مصر في مركزه، الحمد لله لعيب يعني مش هقول الكلام اللي قلته قبل كده، فين اوباما من المنتخب؟ يعني سؤال كان ناس كتير بتتساءله، فين اوباما؟ ليه اوباما ما بينضمش حتى معسكر، يخش حتى المعسكر يلعب او ما يلعبش؟ دي بتاعه الكابتن حسام البدري لما كان ماسك. انت شايف ايه في الموضوع ده؟ كابتن والله ده اكتر سؤال بتساله يعني، اللي انت فين من المنتخب؟ والله انا بعمل اللي عليا يا كابتن، والناس شايفه والناس بتبقى يعني متابعه وعارفه، الناس بتفهم كوره يعني عارفين، فانا بعمل اللي عليا والتوفيق ده من عند ربنا، والحمد لله بتوفى ببقى مستني اللحظه اللي انا انضم فيها المنتخب. حلم لاي حد طبعا ينضم اللي يلبس تيشيرت المنتخب، بس ما بيبقاش فيه توفيق بقى، ما بيبقاش فيه يعني ما اعرفش يعني توفيق من ايه؟ الاختيارات يعني الاختيار برضو بيبقى توفيق. كان ما تزعلش مني يعني، او كابتن حسام البدري ما يزعلش، كان يقول لك إيه كابتن انا كاعلامي كنت بقعد اتقص كده واسال يا جماعه اوباما ما بيتاخدش ليه؟ ده اوباما من اهم اللعيبه في نادي الزمالك، ولعيب قوي بيلعب مهاجم تاني، بيلعب نص ملعب، بيدافع كويس، يعني عندك مواصفات اللعيب الدولي، وانت طول عمرك الحمد لله في منتخبات الناشئين والشباب، ويعني على طول في منتخبات، فايه السبب؟ كان يتقال لي، انا مش عايز اقول الكلام ده طبعا عشان كابتن حسام مش موجود في المنتخب دلوقتي، كان يقول لك كابتن حسام مش مقتنع، ما بيحبش اوباما. هل انت كنت الموضوع ده مصدقه او في حاجه؟ او هو انا ما يعني مش في الكوره، ما فيش يعني هدخل الحب، الحب والكوره في الكوره ده صعب جدا يعني، ما انا ببقى مستبعد الموضوع ده، بس ما مش عارف يعني. كابتن حسام طبعا انا يعني بشكره طبعا على الفتره اللي فاتت ديت، وبتمنى له التوفيق في اللي هو جاي بالنسبه له يعني، بس اكيد يعني الفتره اللي فاتت ما اعرفش يعني، انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يا كابتن كريم، بس في وقت انت كنت تستغرب في وقت من الاوقات في نص السيزون يعني خلاص كنت الحمد لله يعني مكسر الدنيا ماشيه معايا يعني ماشيه كده ماشي كويس الحمد لله والتوفيق، وكنت مستني، بس كابتن حسام كان ليه وجهه نظر ثانيه. حدش تواصل معاك من الجهاز الفني مثلا؟ كابتن طارق مصطفى، كابتن احمد ايوب، وكانوا مدربينك قبل كده يعني؟ طبعا بيكلموني طبعا، ويعني وكابتن بركات كلمني، كابتن ايمن طاهر كمان، وكابتن ايمن طاهر على طول، بس هو يعني هو الموضوع شكله ما اعرفش يعني، الموضوع شكله كان عند كابتن حسام يعني، كابتن حسام بدري، وطبعا وجهه نظره لازم احترمها يعني في كل القرارات بتاعته يعني. ما عندكش تعليق؟ ما فيش، هو يعني كابتن حسام مش جديده يعني، في ماتش المنتخب الاولمبي نفس اللي برضه انت معي. في المنتخب الاولمبي لما مسك ما كانش نفس اللي بيحصل دلوقتي برضه يعني. كنت بقى في الاتحاد ساعتها، رغم ان انت المنتخب الاولمبي السن ده كنت برضه انت مميز فيه جدا، كنت في الاتحاد، كنت هداف الاتحاد السكندري، كنت بلعب في الاتحاد ويعني كنت بلعب ومكسر الدنيا، وبرضه عمل ما خدنيش، ممكن يكون هم يعني مش مقتنع، فدي حاجه احترمها طبعا فيه. ما اقدرش اقول لك انك تبقى برضه نفسك تنضم للمنتخب كابتن كريم منتخب مصر. طب تيشيرت يعني. طب شايف بعد رحيل كابتن حسام ممكن يعني حسيت ان انت ممكن تروح المنتخب؟ ان شاء الله باذن الله. مش هتكلم. شايفك بتضحك يعني متفائل. مش هتكلم. مش هتتكلم. في الملعب ان شاء الله. في الملعب. باذن الله يعني بقى كل حاجه طبعا باذن الله طبعا. بتوفيق من عند ربنا، بس انا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا برضه يعني، انا يعني وارد جدا كل شيء في الكوره، بس يعني اكيد ان شاء الله. ما قابلتش كابتن حسام بالصدفه، جيت اتفرج على ماتش للزمالك، كان حصل حوار ما بينكو خالص، حصل مشكله مثلا في ماتش مثلا ولا حاجه يعني، عملت انت حاجه مش مقصوده، زعل منك يعني؟ ممكن يكون مع كابتن حسام لعبته كتير يعني، مع الزمالك كتير. كان هو ماسك ايه؟ كان الاهلي، كان ماسك الاهلي، كان ماسك الاهلي، فاكيد ممكن يكون حصل يعني، ما انا مش فاكر والله كويس، بس حتى لو كان حصل اي حاجه فاكيد دي ملهاش علاقه جدا بال بس كان فتره انت بتلعب في مركز قفشه، وعبد الله السعيد كان فترة كبيرة عبد الله السعيد مش موجود، كانش بيلعب، وكان مصاب، كان مصاب، فاحنا بنقول دايما قفشة وأوباما اللي هيتاخدوا في الحتة دي. حضرتك كنت بتتكلم في كنت الراديو، بتكلم في الراديو وبنقعد نتكلم، الناس كلها كانت بتتكلم، فالناس كانت مستغربة أكتر يعني، يعني بحس إن هم كانوا عايشين معايا الحدث يعني، بس الحمد لله على كل شيء طبعا، وطبعا ما أقدرش أقول أي حاجة غير بتمنى طبعا التوفيق للمنتخب في الفترة اللي جاية، وإن شاء الله يحقق. شايف المنتخب والتغيير كابتن حسام وتعاقد مع كيروش مدرب البرتغالي، يعني شايف الامور ازاي؟ شايف ان شاء الله يعني المنتخب مصر بيلعب على حاجه واحده ان شاء الله، التاهل لكاس العالم، فان شاء الله مجموعه كويسه جدا طبعا، لعيبه كبار جدا، فان شاء الله مع الجهاز الفني الجديد يقدروا يحققوا الناس مستنياهم يعني، الناس مستنيه المنتخب، اداء المنتخب، وان شاء الله يكون في كاس العالم، وان شاء الله الفتره اللي جايه الاداء يتحسن اكتر ونروح كاس العالم ان شاء الله باذن الله.